Thank you مرة تانية صباح الخير مشاهدينا ووصلنا لاخر حواراتنا النهارده في هذا الصباح وطبعا موجة الحر القوية اللي كلنا حاسين بيها وبيقولوا انه فلكيا لسه كده فاضل كام يوم على الصيف، الصيف الحقيقي بقى هيبقى ازاي؟ النهارده هنتكلم عن الاجراءات الوقائية للحرارة، درجة الحرارة نعمل معاها ايه علشان نحافظ على صحتنا مع دكتور اشرف عقبه استاذ البطنه اقسام البطنه والمناعه بجامعه عين شمس سابقا دكتور صباح الخير مرحبا بحضرتك معانا صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك والساده المستمعين والمشاهدين دكتور درجة الحرارة والمضاعفات اللي كتير بتصاحبها يعني الناس اللي عندهم ضغط وكبار السن والأطفال و مع التعرض للشمس لدرجه الوقت طويل وما الى ذلك فايه النصايح حضرتك تديها لنا في البدايه لازم نكون عارفين انه ارتفاع درجه الحراره ممكن ان هو يتسبب في بعض المشاكل الصحيه وخاصه عند الاطفال وكبار السن وده اللي بنسميه ضربه الشمس او الاجهاد الحراري هنا بيبدا الجسم نتيجه التعرض لدرجه الحراره وخاصه اذا كان في نسبه رطوبه عاليه نبص نلاقي ان الجلد بيبقى فيه جفاف وكمان بيبدا يحمر لونه بعض الناس بتبدا تشعر بالصداع والغثيان والقيء وممكن انها تبقى عندها نوع من الهلوسه او عدم التركيز نبص نلاقيه مش فاهم اللي بيتقال او هو مش قادر يعبر بشكل كويس عن الشيء اللي هو عايزه دي العلامات اللي يمكن تكون بسيطة في البداية لكن بعد شوية ممكن يكون الصداع ده جدا وفي الأطفال بالذات ممكن تحصل نوبات تشنجات طبعا تعرض للشمس ممكن يؤدي إلى تلف الأعضاء المهمة خاصة المخ والقلب والكلى وهم دول اللي احنا بنخاف عليهم احنا اهم حاجه طبعا بالنسبه للاطفال وكبار السن بالذات لان هم دول اللي ممكن يكونوا بيتاثروا بشكل جديد نتيجه انه اجسامهم مش بتعرف تقاوم ارتفاع درجه الحراره بشكل سليم فمثلا بالنسبه للاطفال المفروض انه جهاز او اجهزه الجسم مدربه على انها تقدر تتخلص من الحراره الزايده وده بيكون غير كامل في الاطفال الصغيرين في كبار السن بيبقى محتاجين انه تمدد الاوعيه الدمويه علشان يقدر ان هو يتعرق ويخرج السوائل من جسمه اللي ممكن انها تساعد في تبريد جسمه وده برضو ممكن ان هو بيكون فيه مشكله بالنسبه لكبار السن وعلشان كده لازم الاطفال وكبار السن نكون اكثر حرصا عليهم من التعرض لدرجات الحراره الكبيره لكن كمان بعض المرضى وخاصه مرضى السكر والسمنه والناس اللي بتاخد علاجات للقلب او ارتفاع ضغط الدم او الكلى كل دول ممكن انهم يتاثروا بشكل سلبي نتيجه التعرض لدرجات حراره كبيره وبالتالي علينا ان احنا نكون حريصين من ارتفاع درجات الحراره ولازم ان احنا ما نتحركش او نقلل الحركه في درجات الحراره الكبيره اللي هي الظهيره يعني مم. لازم نكون بنتحرك ممكن مثلا قبل الساعه 10 الصبح او بعد الساعه 5 مساء مم. علشان ده ما, ما يسببش ضربات الشمس مم. وبرضو لبس الملابس الفضفاضه وفتحة اللون علشان ده بيساعد على ان نقدر نتخلص من الحراره وما تبقاش مخزونه جوه اجسامنا في بقى كمان مشكله كبيره قوي ان ترك الاطفال او كبار السن داخل السيارات مم. في بعض الاحيان بعض الاباء والامهات بيضطروا انهم يسيبوا اولادهم داخل العربيه في بينسوهم يا دكتور آه. يعني شفنا كم حادثه فعلا حصلت ده ممكن طب. يسبب الحقيقه وفيات للاطفال او آه كبار السن نتيجه انهم بيختزنوا الحراره بشكل كبير وما بيبقاش في. آه تخلص من الحرارة الزايدة وممكن ده يتسبب في مشكلات كبيرة علشان كده لازم يبقى فيه تهوية جيدة وما نسيبش الأطفال أو كبار السن لوحدهم داخل السيارة إذا كان فيه ارتفاع في درجة الحرارة لأنه ساعات درجة الحرارة داخل العربية بتبقى عشر درجات زيادة عن الحرارة خارج السيارة يا خبر طب دكتور خلينا نتكلم عن بعد ما تكلمنا عن كبار السن والأطفال نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة يعني السكري و... ضغط وامراض امراض القلب مثلا هل في اجراءات ايضا اخرى متبعه غير أنهم هم ما يتعرضوش للحراره لو اضطروا ان هم مع الاسف يتعرضوا للحراره غصب عنهم في وقت الظهيره لازم نكون عارفين انه في بعض الادويه كمان ممكن انها تساعد في ظهور علامات ضربات الشمس بشكل كبير زي مزي. مثلا مدرات البول او الادويه المضادات الهستامين اللي الناس ساعات بتفرض في استخدامها او مثبطات بيتا اللي الناس بتستخدمها علشان تمنع ارتفاع ضغط الدم او بتعالج ضغط الدم او بعض الناس اللي بتستخدم الادويه زي ادويه الاكتئاب او الامراض الذهنيه آه حتى الانتي ديبرشن او ضد الاكتئاب اه اه دي ممكن انها تتسبب في ظهور العلامات بشكل اكبر مه. او بدري عن غيرهم <applause> علشان كده كل وطبعا الحاجات اللي هي المكيفات وخاصه اللي بتحتوي على الكافيين او الكحوليات او الحاجات بقى الغلط اللي ايه زي الكوكايين والميتف اه 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 الحاجات اللي هي الناس أوه. بتاخدها لا 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 خلينا في الكافيين وال وال يعني الكافيه والقهوة والحاجات اللي يعني النورمل الحاجات النورمال الحاجات النورمال يعني هل الكافيه برضو من الحاجات اللي ممكن تساعد على أيوة بتزود اثار درجه الحراره؟ بالظبط لانها هي مضره للبول بتفقد الشخص كميه كبيره من السوائل بدون ضروره وكمان بتقلل من استجابه المخ تعرض لضربات الشمس اللي المفروض انها بيحصل فيها اتساع للاوعيه الدمويه وزياده في فرز العرق وبالتالي ده بيساعد على تقليل درجه حراره الجسم <applause> طب ده بيخليني اسال سؤال تاني ان في ناس هو المفروض ان دايما الصيف عندنا مرتبط اننا نشرب مرطبات يعني حاجات شويه ساقعه ميه ساقعه مرطبات عصاير لكن في ناس على النوع الاخر او على النقيض بيشربوا دايما ايضا مشروبات ساخنه حتى في الصيف يعني منها زي ما قلنا القهوه الشاي حاجات يعني مشروبات ساخنه اكتر. هو الافضل ان احنا طبعا شرب السوائل بشكل عام هو مفيد لكن في مشروبات المفروض انها في درجات الحراره العاليه لا لازم نتوقعها يعني الحاجات اللي فيها كافيين زي الشاي والقهوه والكحوليات لازم دي تمنع خالص عند التعرض للشمس الى <applause> جانب طبعا الواحد يتوقع ان هو يبقى موجود في الاماكن اللي فيها درجات حراره عاليه ودايما يبقى في الظل. واذا كان مثلا مضطر للعمل او ممارسه حتى الرياضه يبقى بياخد فترات راحه ده كان سؤال اسال حضرتك اتفضل ويشرب سوائل فيها كتير <applause> طيب أه الحر معروف دايما انه بياتي مصاحب ل أبي ابيتايت دايما فقدان الشهيه أه خصوصا مع الاطفال بنكون دايما قلقانين انه ممكن البيبي ما يكونش اكل طول اليوم فايه اللي ممكن انا اطمن انه ابني اخده واطمن انه كويس ممكن يخليه تمام علي مدار اليوم ورغم انه مش عاوز ياكل مجرد السوائل ولا في السوائل والعصائر وطبعا الحاجات اللي ممكن مم. انها تغذيه علشان يبقى بعيد عن مشكلات طبعا نقص الوزن نقص لانه مم. لازم الام برضه تكون ذكيه في ملاحظه ابنها وخاصه اذا حصل عنده اي تغيرات يعني خاصه اذا كنا بنتكلم على ضربه الشمس او الاجهاد الحراري ده لازم انها تخلي بالها من معدل التركيز بتاعه وقدرته على الكلام بشكل كويس ولون الجلد ولون البول بتاعه كمان يعني لانه لون البول دوت ممكن ان هو يبقى علامه الى انه في فقدان لسوائل كتير وبالتالي البول اصبح مركز ولونه غامق بشكل كبير ودي يمكن من الطرق اللي احنا بنشخص بيها ضربات الشمس يعني لو لقيت واحد بدا لون جلده يحمر طبعا بعد ما يكون تعرض لدرجات حرارة كبيرة او في اماكن مغلقة غير جيدة التهوية وفيها درجات حرارة عالية او اصابة مباشرة نتيجة وجوده في مكان فيه شمس مباشرة بشكل كبير ممكن انه نلاقي لون الجلد اتغير، لون البول بقى غامق، بدا يبقى عنده الوهن وزي ما قلت عدم التركيز والغثيان وعدم القدره على الكلام بشكل مفهوم، وزي ما قلنا ان بعض الاطفال وكبار السن ممكن يبقى عندهم تسارع مثلا في ضربات القلب وسرعه في التنفس ودي كلها علامات الاطباء بيرتكزوا عليها في تشخيص ضربات الشمس. طيب هرجع لحاجه حضرتك كنت ذكرتها وهم الرياضيين اللي بيضطروا ان هم لفترات طويله بيمارسوا غير الناس اللي في الجيم يعني اللي بتروح الجيم خلاص الجيم بيكون مكيف لو اتكلمنا عن كره القدم مثلا فالملعب بيكون مكشوف لو اتكلمنا عن السباحة كده كده بيكون في المية مش كده دكتور آه يعني دي مفيهاش ما ما الحمد لله الحمد لله ما بيكونش خطر يعني السباحة دي ده نوع من العلاج ده علاج ده لدرجة الحرارة طبعا آه يعني كرة القدم أو الألعاب اللي فعلا بتضطر إن هي بنلعبها في الأماكن المفتوحة زي كرة القدم هنا المفروض إيه, إيه, إيه يعني لازم اللي اللي نختار الوقت اللي يعني الأفضل طبعا أنها ما تكونش أثناء الظاهرة الحرارة لازم يبقى في نوع من التقليل التعرض للحراره بان هو يستظل مثلا كل فترات معينه ما لو ما قدرش مضطر انه يروح يعني التمرين في الوقت لا ده لا ممارسه الرياضه عموما يعني شيء مهم طبعا لكن هو شرب السوائل بشكل كبير والمشروبات الرياضيه الحقيقه بتساعد على انها <applause> تعوض فقد فقدان السوائل الساعة. اللي ممكن يحصل نتيجه التعرق بشكل كبير. هل نفس الارشادات بنتبعها مع عمال مصر العظام اللي طبعا في كل مكان بنشوفهم الحياة وربنا معاهم فعلا هم وعساكر المرور اللي في الشارع بيضطروا يقفوا في ساعات طويله وعمال البناء المشروعات القوميه الكبيره اللي احنا بنشوفهم على مدار 24 ساعه في درجات الحراره دي؟ زي ما بنقول لازم إن هو يستظل يعني قدر الإمكان بيلبس حاجة آه الأمان آه مثلاً برنيطة أو طاقية أو مع شمسيه عشان ما يبقاش في تعرض مباشر <applause> يتجنب ان هو يبقى متواجد في ال... الا اذا كان في ضروره وطبعا شرب السوائل بشكل متكرر من كل 15 ل 20 دقيقه يشرب يعني شويه ميه كده علشان يبرد جسمه <applause> برضو قدر الامكان انه يكون لابس ملابس زي ما قلنا فتحه اللون وفضفاضه وما تكونش ملابس ثقيله علشان دي برضو بتقلل من فقدان العرق من جسمه او تمدد الاوعيه الدمويه اللي ممكن يساعد على التخلص من درجات الحراره العاليه. هل في بشكل عام حاجه حضرتك حابب تقولها لنا بخصوص الموضوع ده لان في سؤال خارج المنهج كده عاوزه اساله لحضرتك هو الحقيقه الموضوع لازم نكون حريصين منه وناخد بالنا منه وعلى الشباب والبالغين انهم يخلوا بالهم من الصغيرين ومن الكبار لان دول ساعات مش بيعرفوا يطلبوا المساعده لما يبقى عندهم مشكله. فالاطفال الصغيرين وكبار السن لازم نكون حريصين وبنديهم ساعات بعضهم مش بيسال مش بيسال مم. انا حاسس بالحراره او انا عطشان او انا تعبان نحطهم في الاماكن جيده التهويه لل... يبقى فيها مراوح او تكييفات وعلشان ما يحصل لهمش ضرر نتيجة التعرض لضربات الحرارة أو ضربات الشمس دايما بنستفيد من يعني معلومات حضرتك القيمة ونشكر حضرتك جدا ومع الأسف ما قدرتش أسأل السؤال أو مش قادر أسأله السؤال خارج المنهج خلاص لأن الوقت انتهى دكتور أشرف عقبة أستاذ أقسام البطنة والمناعة جامعة عين شمس سابقا بنشكر حضرتك جدا وكل الشكر لحضرتك شكرا سعيدة إن شاء الله ممسعين. كل الشكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه ابقوا دائما اصحاء وابقوا دائما معنا النيل الاقرب اليك